السلام عليكم، درسنا اليوم بعنوان المغرب الأقصى أو ما تسمى اليوم بالمملكة المغربية. كما تكلمنا سابقا أن المغرب الأقصى لم يخضع للدولة العثمانية لعدة أسباب، أهمها بعد الدولة المغربية أو المغرب الأقصى عن مركز الدولة العثمانية الأستانة أو ما تسمى اسطنبول، وانشغال الدولة العثمانية بالسيطرة على أماكن أخرى، مما جعل من المغرب مكان للتنافس الأوروبي الاستعماري له. فأول الدول التي فكرت بالسيطرة على المغرب هي فرنسا، فكانت تتطلع لضمها أو لضم المغرب إليه. هنا يوجد عندنا تعليل، علل استعمار الفرنسي للمغرب. الجواب يكون كانت فرنسا تتطلع لضمه إليها نظرا لموقعه المتحكم بملتقى البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، وإطلاله على مضيق جبل طارق، واستكمالا لسيادتها على بلدان المغرب العربي. من أجل ذلك ازداد التدخل الفرنسي في شؤون الداخلية للمغرب، وخصوصا بعد احتلالها للجزائر عام 1830. ننظر هنا إلى خريطة المغرب. تقع المغرب في الشمال الغربي لأفريقيا، وتقع أيضا في شمال غرب الوطن العربي. هذا الموقع الاستراتيجي الهام الذي جعل منها محط أنظار الأوروبيين من أجل السيطرة عليها. وكما تحدثنا في التعليل أيضا، وقوعها على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ووجود مضيق جبل طارق في شمالها، ذلك المضيق الهام جدا المتحكم بالطرق التجارة الرئيسية، وقربها أيضا من أوروبا بشكل عام وإسبانيا بشكل خاص، وأيضا حدودها الطويلة مع الجزائر، ذلك الجزائر طبعا الدولة المستعمرة من قبل الفرنسيين والتي تم استعمارها في عام 1830. كيف بدأ التحكم الأوروبي بالمغرب؟ كما نعلم أن المغرب كان يتمتع بالاستقلال من قبل الدولة العثمانية، وكان المغرب تحت حكم الأسرة العلوية منذ النصف الأول من القرن السابع عشر، وكانت له للمغرب أيضا علاقات اقتصادية سياسية بينه وبين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى، مما أدى كل ذلك إلى فتح الأبواب أمام الدول الرأسمالية من أجل توافد الأوروبيين للمغرب، الذين أصبحوا فيما بعد يتمتعون بامتيازات كبيرة لهم ولقناصلهم في الدولة، إلى أن جاء سلطان الحسن الأول. هذا السلطان الذي حكم عام 1873، حيث أنه شعر بخطر تدفق الأوروبيين الشديد للمغرب وحصولهم على امتيازات واسعة، فدعا الأوروبيون إلى عقد مؤتمر في مدريد. هذا المؤتمر تم عام 1880، حيث تم تحديد حقوق الحماية والتجنيس للأوروبيين في المغرب. هنا ممكن أن يأتي تعريف الحسن الأول، تعريف بالأسئلة يمكن أن نعرفه كالآتي، وهو سلطان المغرب الذي حكم عام 1873، والذي دعا الأوروبيون إلى عقد مؤتمر مدريد من أجل تحديد حقوق الحماية والتجنيس. أيضا ممكن أن يأتي عندنا تعريف مؤتمر مدريد نعرفه كالآتي، وهو مؤتمر عقد في مدينة مدريد في إسبانيا عام 1880، حيث تم تحديد حقوق الحماية والتجنيس للأوروبيين في وجودهم بالمغرب. التنافس الدولي حول المغرب. بدأ التنافس الدولي بين الدول الأوروبية على احتلال المغرب، فكان أولها ألمانيا، ألمانيا التي أكملت وحدتها عام 1870. كما نعلم ألمانيا كانت تعاني من اضطرابات داخلية، ولكن بعد استكمال وحدتها وإخماد هذه الاضطرابات بدأت تفكر بوجود استعمارات لها خارج البلاد، فبدأت بالنظر إلى المغرب ووسعت نفوذها إليه. ولكن فرنسا أخذت تحذر المغرب من هذا النفوذ الألماني، طبعا خشية فرنسا على مصالحها في المغرب. أيضا دخلت التنافس إسبانيا،
ماذا عملت إسبانيا من أجل تعزيز وجودها بالمغرب؟ هنا ممكن أن يأتي السؤال تعليل. الجواب يمكن أن نقوله بحكم الجوار، ولا سيما بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، وأيضا فأخذت إسبانيا بالسيطرة على المناطق الساحلية للمغرب، وأهمها جزر الكناري عام 1885، هذه الجزر المطلة على سواحل المغرب، وأيضا أعلنت حمايتها على أهم المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط المغربية، والتي هي سبتة ومليلة، وبدأت مفاوضات مع فرنسا من أجل اقتسام المغرب. لكن كل ذلك لم يعجب بريطانيا، والتي عارضت معارضة شديدة هذا الأمر، هو التوسع الإسباني والفرنسي والألماني لمدينة أو لدولة على دولة المغرب، فوقفت بوجه المصالح الإسبانية من أجل حماية مصالحها هي الأخرى في مضيق جبل طارق وتجارتها في البحر المتوسط. وبعد وفاة السلطان الحسن الأول، كما تحدثنا عنه قبل قليل، هذا السلطان الذي وقع مؤتمر مدريد والذي حد من الوجود والتجنيس للأوروبيين في المغرب، توفي في عام 1894، فتولى الحكم بعده ابنه عبد العزيز. هذا ابنه كان صغيرا في السن، وكان يميل إلى الإسراف والاقتراض من الدول الأوروبية، وكما نعلم أن الاقتراض اقتراض الأموال من الدول الأوروبية يعني ذلك أن عدم القدرة على تسديدها، وخاصة أن هذا الاقتراض كان يتم بفوائد كبيرة جدا، مما يؤدي لاحقا إلى التحكم المباشر من قبل الدول الأوروبية والتدخل في شؤون البلاد بحجة إيفاء ديونها. بعد ذلك كثرت المؤامرات في وجه المغرب، مما أدى إلى اضطرابات محلية وداخلية بداخلها، فاستغلت فرنسا ذلك وبدأت بالتدخل بشكل مباشر في المغرب. ما هي الإجراءات التي فعلتها فرنسا من أجل حصولها مستقبلا واستعمارها للمغرب؟ أولا، حصلت على امتيازات اقتصادية بالمساعدة مع إسبانيا من أجل حماية مصالحهما كل منهما، وأيضا عملت على أخذ موافقة من بريطانيا من أجل السيطرة المباشرة على المغرب. كيف تم ذلك؟ تم ذلك عن طريق إبرام اتفاق ودي بين الفرنسيين والبريطانيين وتقسيم المستعمرات فيما بينهما عام 1904، فأطلقت فرنسا يد بريطانيا على مصر مقابل إطلاق يد فرنسا على المغرب. أدى ذلك إلى تقسيم المغرب بين الفرنسيين والإسبانيين، كل منهم له منطقتهم الخاصة. سنأخذها بعد قليل أن إسبانيا أصبح لها منطقة الريف أو ما تسمى منطقة أفني وسبتة ومليلة، بينما سيطرت فرنسا على باقي مناطق المغرب. أدى ذلك إلى معارضة ألمانيا، وخاصة بعد أن توجه الإمبراطور الألماني وزار طنجة وأعلن أن المغرب دولة مستقلة وأنه عازم على حماية المصالح الألمانية في المغرب. كل ذلك أدى إلى اتفاق الأوروبيين على عقد مؤتمر يحدد لهم فيه تقسيم المغرب. مؤتمر الجزيرة الخضراء. هذا المؤتمر ممكن أن يأتي سؤال تعريف وزاري، ويمكن أن يأتي سؤال تحدث أو اذكر ما هي أهم مقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء، فهو مؤتمر هام بالنسبة للأسئلة الوزارية. طبعا عقد هذا المؤتمر في منطقة الجزيرة الخضراء على الساحل الإسباني عام 1906، تم عقده بدعوة من ألمانيا، وحضره ممثلون عن الدول الأوروبية المعنية بموضوع تقسيم المغرب، وحضرته أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تم الاتفاق في هذا المؤتمر؟ تم الاتفاق فيه على احترام الدول الأوروبية لسلطان المغرب واستقلاله ووحدة أراضيه وحرية التجارة لكل الدول الأوروبية فيه دون تفرقة، وأيضا تم تقرير أو الإقرار في هذا المؤتمر على إشراف فرنسا على قوة الشرطة والضرائب والجمارك، وأيضا تم تأسيس مصرف دولي وفتح بعض الموانئ الأوروبية للتجارة أو بعض الموانئ المغربية للتجارة الأوروبية فيه،
ووضع طنجة تحت إدارة دولية. الاحتلال الفرنسي والإسباني للمغرب. بعد عقد مؤتمر الجزيرة الخضراء، شرعت فرنسا بالسيطرة على المناطق الرئيسية التي كانت تريد السيطرة عليها. نتيجة لذلك فقد ثار الشعب المغربي وقرروا خلع السلطان عبد العزيز وتنصيب أخيه عبد الحفيظ بدلا منه. نتيجة لذلك فقد اندلعت حرب أهلية بين أنصار كل من السلطانين، بين أنصار السلطان عبد العزيز وأنصار السلطان عبد الحفيظ، مما أدى إلى اعتراف الدول الأوروبية بالسلطان عبد الحفيظ نتيجة لانتصاره، وتم تعيينه سلطانا على المغرب عام 1908 مقابل دفع تعويضات لفرنسا وإسبانيا واحتفاظ كل من فرنسا وإسبانيا بقواتهما في الأجزاء التي تم احتلالها من المغرب مع مراعاة الالتزامات المغربية السابقة. اعترضت ألمانيا على ذلك طبعا لأن ذلك لم يكن حماية لمصالحها في المغرب، فأرسلت إحدى سفنها الحربية إلى أغادير عام 1911. هنا يحضرنا سؤال وزاري، عرف أزمة أغادير، وهو سؤال وزاري هام. ما هي أزمة أغادير؟ أرسلت ألمانيا إحدى سفنها الحربية إلى أغادير وأعلنت أن هذه السفينة لن تنسحب إلا بعد انسحاب القوات الفرنسية والإسبانية من المغرب، ولكن بعد مفاوضات بينها وبين الفرنسيين تم الاتفاق على تسليم ألمانيا مناطق في الكونغو الفرنسية الموجودة طبعا بإفريقيا مقابل اعتراف ألمانيا بالحملة الفرنسية على المغرب أو الحماية الفرنسية على المغرب، وهكذا انتهت أزمة أغادير. إذا أردنا أن نذكرها كتعريف نقول هي أزمة وقعت بين ألمانيا وفرنسا عام 1911، حيث أرسلت ألمانيا إحدى سفنها الحربية وأعلنت أنها لن تنسحب إلا بعد انسحاب القوات الفرنسية والإسبانية من المغرب، ولكن بعد مفاوضات فيما بينهم تم الاتفاق على أن تسلم ألمانيا منطقة الكونغو الفرنسية الموجودة بإفريقيا مقابل اعتراف ألمانيا بالحماية الفرنسية على المغرب. انتهى التعريف. بعد ذلك تم اعتراف السلطان عبد الحميد بالحماية الفرنسية على بلاده عام 1912. إذن هذا التاريخ هو تاريخ اعتراف السلطان للحماية الفرنسية على بلاده، أي تاريخ احتلال الفرنسي للمغرب، وصار يمثل في المغرب مقيم فرنسي عام، له حق التصديق على المراسيم التي يصدرها السلطان، وأيضا تتولى فرنسا شؤون إدارية أخرى في المغرب أهمها، وأن تتولى فرنسا تمثيل المصالح المغربية في الخارج. ثم تم الاتفاق بين كل من فرنسا وإسبانيا على تقسيم مناطق نفوذهما في المغرب، فأخذت فرنسا كل من سبتة ومليلة هاتان المدينتان الواقعتان على البحر المتوسط، وأخذت أيضا منطقة أفني أو ما تعرف بمنطقة الريف، بينما أخذت فرنسا باقي مناطق المغرب، وبذلك تم تقسيم المغرب بين هاتين الدولتين. فيما بعد عارض الشعب المغربي هذا التقسيم، وحصلت في البلاد عدة ثورات ولا سيما في مناطق الأطلس الأوسط والمناطق الجنوبية، إلا أن هذه الثورات للأسف امتازت بالضعف والتشتت، لأن كان معظم قياداتها عشائرية تتميز بالنزعة العشائرية باستثناء منطقة واحدة وهي منطقة الريف، حيث قام هناك ثورة كبيرة تزعمها عبد الكريم الخطابي والذي أعلن فيما بعد تشكيله لأول جمهورية في البلاد العربية. سنتحدث عن هذه الحركة، حركة المقاومة هذه، في دروس لاحقة إن شاء الله.